الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نواصل مع سورة الكهف من الآية 32 إلى الآية رقم 43 من نفس السورة، فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. Bye.
صاحبه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما نعم. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله جل في علاه خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا
تستطيع له طلبا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أعد أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولولا
إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابه وخير عقبا بارك الله فيكم. ننتقل إلى القراءة الفردية. مرحبا أي سيدي يا أهلا وسهلا السلام عليكم. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم تظلم ولم تظلم تا ولم تظلم مش تظلم تا ولم تا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وقال وكان له ثمر وكان له ثمر أي فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ظالم لنفسه رغم التنوين في الله من ودخل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه أحسن. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له قال له صاحبه وهو صاحبه كان مشدد صاحبه وهو قال له صاحبه أكفأت وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره أكفأت بالذي خلقك من تراب أكفأت بالذي خلقك من تراب من نطفة ثم سواك رجلا كافي بارك الله فيك أحسن الله إليك لبعض سيدي ما شاء الله لكنه الله ربي لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا كان نقف على كلمة لكن نقف عليها بالمد
لكن اختبارا أو لضيق النفس. إذا نقف عليها نقول لكن، نثبت المد، لكن كنواصل نحف المد، لكن هو الله. الله أي نعم، لكن هو لا كي نقف نجيب المد، لكن كنواصل نحف المد، لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أمشي. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني. تولي مقلق لسين الدين. أن يؤتيني، سكنها خالص. أي فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أو تصبح ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. نعم. أو يصبح كل مرقب. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. نعم. وأحيط بثمره وهو يقلب. لا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه. على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. قف عليها وقف جميل حقيقة. أي نعم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير رغبا. بارك الله في جهدك، أحسن الله إليك. شكرا. اللي بعد. نعم قل لي. هي أصل الكلمة ما هي؟ لا أصلها لكنني، أصلها لكنني، هو المخاطب مفرد أليس كذلك؟ لكنني هو الله ربي. والعرب مستحيل يجيبوا زوج حروف مع بعض مثل كلمة ما لك لا، أصلها ماذا؟ ما لك لا تأمننا، ما لك لا تأمننا أصلها. لكن ايش يعملوا بعض القبائل العربية؟ يدغموا النون الثانية الأولى في الثانية، يقول ما لك لا تأمن، وإشارة بالشفتين إلى النون المدغمة تأمن. شفتها كيف؟ هنا حذفت وأبدلت مدا، لكن أصوأ لكنني هو الله ربي. أو بعض يقول لا، هي لكننا هو الله ربي. لكن العرب ما تجيب زوج حروف في النطق تالي، فيأتون بالنون الثانية مدا فيقول لكن هو الله. فهم سيدي ولا اي نعم. سيدي سمحت نفس الوضعية كما بيحكي الله
لا أنا مش نفسها، هذيك رسمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد وقرئت بين يديه بالمد. لا، فمن يهدي الله فهو المهتدي، هذه رسمت بالمد، هذيك بالإسكان. هاي نجيبوا المد في الوسط. اي نعم، اي نعم. في أشياء كتبت بين يديه هكذا كأنه أمر يعني توقيفي، ورسمت بين يديه هكذا وقرئت. والسماء بنيناها، كان شوفوها في المصحف نلقاها زوز يا آت، والسماء بنيناها بآيد، يا وبعدها يا، لكن كيف تقرأ؟ والسماء بنيناها بأيد، بأيد، لكن في المصحف همزوز. لا، هي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي مكتوبة الآن، ولكن تلفظ هكذا بأيد وإنا لموسعون. نعم، قوله بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين، مثل ادغم جيدا، مثل الرجلين. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، من أعناب، وضح الهمزة شيء، من أعناب. نعم، من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. صحيح. وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره ألا أكثر منك مالا وأعزت نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، نطفة قوية يا شيخ، ثم من نطفة ما سواك رجلا. كيف يعطيك الصحة، بارك الله فيك، صلى الله إليك اللي بعد. شكرا. أكريت كلمة روليدت كان شوفوها كيفاش مكتوبة، واحد مش بالتلاقي الشكرها روليدت رودي أدت، لأنها يعني مكتوبة قدام. لا، العرب ما تفعلش هكاك، العرب تقول روليدت، يدغم الحرف هذاك في التاء. اي، ولا ارددت. نعم، قوله لكن هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، رقق الهاء والواو. لا، هو الله، هو 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 الله، لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. صحيح. ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميل. إن ترني أنا، أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي فعسى ربي، فخم الراء، ربي ما نقولش ربي، لا، راء راء، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا، خيرا راء، نعتنيه بالراءات. إيه نعم، هذه الحقيقة حتى أخطاء في جل المتسابقين، كانت المسابقة الأخيرة جل الأخطاء كانت في الراءات، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة،
لأن تو في آخر الكلمة تقول له قف على خبيرة يفخمها، لكن يجيبها بوسط الكلمة، يجيبها بالترقيف. مثلا يقول وهو يحاوره، يحاوره ريتها كيف، فما يفقوش ما يتفطنوش، تكون الراء في وسط الكلمة الإنسان ما يتبهلهاش، تكون أحيانا مراقبة. وهو يحاوره رو، هذا ورش. وهو يحاوره رو رو، هكذا التفخيم قوي. يحاوره كيف مثلا الأن، مش يقول الأنهار، سمعتوها الراء لا وجود لها الحقيقة. الأنهار أر، الأنهار أر، مسموع ولا مش مسموع؟ الأنهار فيحشوله بعد يكون شبيه قيمة. هو في الحضر ما جابش التجويد، مخربها مخربها وانا مش مخربها. فننتبه للرآت في وسط الكلمة، في أول الكلمة، في آخر الكلمة عادة تكون مفخمة. خبيرة هي تجيبها في وسط الكلمة. ويرسل يقول ويرسل ويرسل، هذه مفخمة ولا مرقة؟ مرق. بينما هي ويرسل ويرسل ويرسل، اي نعم، ما تحتاج الى دربة وانتباه. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من أيوة. جنتك ويرسل عليها. اركض فطن كان ما نبهتوش، انا كل مره اركض فطن. اي صحيح امشي. ويرسل عليها حسبانا الى السماء فتصبح صعيدا زلقا، صحيح. او يصبح ماؤها غورا أيوة. فلن تستطيع له طلبا. واحيط بثمره، واحيط هذه بنتهم، واحيط با واحيط بثمره فاصبح فاصبح فاء فاصبح عروشها المرقة، وهي خاوية على عروشها. عرو عرو مش عروشها، عرو. وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بربي مش بربي، برا بربي برا بربي أحدا. ينصرون برو، ينصرونه رو را رو، ينصرونه. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، صحيح. وما كان منتصرا هنالك. هنالك يقول هنالك هنالك، هذا تسهيل الها ما سمعتهاش. هنالك هو ها هو، أضعف الحروف راه، أضعف الحروف كلها هي الهاء، فكما ننتبهوناش كان تسهيل. هنالك ها هو، هنالك قولي. هنالك الولاية لله الحق، صح. هو خير ثوابا وخير عقبا، وخير عقبا، وخير فتح الله لك، أحسنت، بارك الله فيك، شكرا. اي نعم سن هاي يكون لسعدان. الله لا يحول ولا يزول، فضل سيان. واضرب لهم، ما سمعتش القلقلة. واضرب هكا القلقلة في الباء. واضرب لهم، الباء ساكنة مقلقلة. واضرب لهم مثلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا 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 كلتا الجنتين آتت أكلها ولم
ولم تظلم ولم ت ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر صفرا وكان له ثمر قف عليها مش الآية بعد نجم تكملها لأن يعني طويلة أي وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أكف أنا أكثر لا أنا بالمدمدة ما ثم همزة ممدودة أنا أنا أكثر قالوا يقرأ بالمد وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك لا ما قلش منك منك ريت مخرج الكاف من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى تحط لسانك غادي تنطق الإخفاء أنا أكثر منك منك ما قلش منك 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 أنا أكثر منك زين يحتاج إلى دربة منك منك أنا أكثر منك مالا صحيح يقال صحيح من حكا ولا شيء أنا أكثر منك هو بيقول أنا أكثر منك كان كما الفرجة متعاركين على المشايخ تاع مين ولا مين من بعده هو بيترك لسانه وكيف وضع الراحة لا آخر لسان يصعد إلى منك على مخرج الكاف تهيئ على مخرج الكاف منك منك أنا أكثر قولا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا واصل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت كسرة الهمزة ولئن رددت إلى ربي لأجل لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره ألا أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا كيف نفع الله به جزاك الله كل خير آيسي هنا مرحبا تفضل وعليكم السلام يا مؤمن يا الله هاي لكنه والله لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني مش الإخفاء لك إن ترني من السماء أولى من فتصبح كيف على السماء أفضل نعم ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا فتصبح صعيدا زلقا هكذا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا نعم فأصبح رقم الصاد وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما
لربي أحدا. نعم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. بارك الله فيك، أحسنت اللي بعدوك. آية سيدي، آه يا شيخ، مرحبا. هاي عضوي كده واضرب مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر. شو المادة ذاك شيخ؟ أنا أكثر سنة منفصل. طيب أي طالما نخل حق بيت قول أي واصل. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك ثم من نطفة ثم سواك رجلا. بارك الله فيك، حسنت، شكرا، جزاك الله كل خير. بعد وين؟ تفضل. لكنه والله وين؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي ولا أشرك ولا أشرك ولا أشرك بربي أحدا. صحيح. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء جل في علاه إن ترني تتارى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له صبرا طلبا فلن تستطيع له طلبا. أيوه. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها
بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. بارك الله فيك، أحسنت، شكرا. آية ست، تكون بارك؟ آية خمس. اللهم لا إله إلا الله. مرحبا، آية ست، أهلا وسهلا. تفضل. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لكن اللام بعدها ألف صغيرة كمصورة كما الطبيعي. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. بربي أحدا. هكيك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اخفي النون مع الغنة لأن بعدها تاء. إن ترني أنا أقل. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ما قولش مالا، ريت عندك التنوين لكن فتحتين ما همش قد مش عملوهم كيكا، ذاك فيهم حكم.
ما دامهم متاليين هكا واحدة تلو الأخرى معمولين هكا يدل على الإدغام هكا التنوين هذاك باش ندغموه في الحرف اللي بعده ما لو وولد ما نقولش ما لن وولد ما لو وولد ادغم التنوين في الواو مع الغنة إن ترني أنا أقل منك مالا ادغم ما لو وولد ما لو وولد أقل منك مالا وولد ما تعملهاش من لوك كانوا إظهار ما لن وولد ما لو نحاها النون ما لو و. ما لو و. لو و. ما لو وولد صاحب عود هاي ترني أنا أقل منك مالا نحي مالا النون هذه ما ثماش ما لو 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 وولد ما لو لو أقل منك مالا مالا وولدا ركز على ما لو وولدا أقل منك مالا وولدا هكاك عسى ربي أن ربي يقولون يقرأ بالإضافة ياء وفوقها فتحة فعسى ربي فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل جنتك جنتك ويرسل ما تمدش الكاف خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا فتصبح ما تمدش الحروف قلش فتصبح تولي بالألف هذيك فتصبح صعيدا زلقا فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أي نعم وأحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها أنفق فيها أنفق فيها ما أنفق فق فيها وهي خاوية على وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك لا ما تفصلش ويقول يا ليتني انسب القول لقائله ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرون فئتي ادغم التنوين كالضمتين في الياء ولم تكن له فئتي ينصرونه ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق الحق هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير ثوابا 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 وخير عقبا خير ثوابا وخير ثوابا ثوابا تنوين في الواو إدغام ثوابا وخير عقبا عقبا قالوا عقبا وخير عقبا أي عودة هو خير ثوابا هو خير ثوابا وخير عقبا لا وخير هنا إظهار ثانية لأن بعد التنوين عين وخير عقبا وخير ثوابا وخير عقبا وخير عقبا أظهر وخير عقبا طيب بارك الله فيك شو قلنا احنا تكرار تكرار ونوصل ونزيد جزء اخرين اخوان تفضل نخرج جدد من بعد نجي او خطر جدد كما يشاركوا شو بكل خطر الحزب ما يحضروا شو تفضل ايه نخبر واضرب لهم مثلا الميم وبعدها ميم ندغم الأولى في الثانية ونعطيه الغنة وزمن الغنة حركتين واضرب لهم مثلا لهم منتهية بميم مثلا مبدوءة بميم ندغم هذه الأولى في الثانية ونعطيها غنة وزمن الغنة حركتين واضرب لهم مثلا قولين لا لا تقطعش الضاد مش وضارب وضا 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 وضرب لهم سكن وضرب وضرب لهم مثلا مثلا رجلين جعلنا
لأحدهما جنتين. جنتين، كل نون اثبت على شوف، كل نون فوقها شدة اثبت على التو، لازمنا نركز تركيز مهم. كل نون في القرآن فوقها شدة، وإلا مين فوقها شدة فها غنة حركتين. نعم هكذا كانت تفعل العرب. تو العرب في زمن النبوة كانوا مهيئين لنطق القرآن، ألقاوا الصعوبة مش كيفنا نحن في كل حصة، بين الإخفاء جيب المد عمل الإدغام بين القلق لا أخم الضاد رقة الحرف هذا، لا لا هم كانوا بسليقتهم كانوا يدغموا سبحان الله، وكانوا يرقوا الحروف بعضها، وعندهم حروف سبعة يفخموها. فنزل القرآن كيما لغتهم بالضبط، جب القرآن ما نزلش عليهم مخالف للغتهم كيف يحتجوا احنا والله ما كلام، لا لا بلغتهم. فكانوا يقولون جنتين، يأتون بغنة هنا إطالة زمن اي. فاحنا كل نون وإلا مين فوقها شدة فها الغنة، شو الغنة؟ صوت يخرج من الخيشوم. جن وقديش نقعد فيه؟ زوز ثواني حركتين بقدر ألف المفيد جيب الزمن. جنتين إنا أعطيناك وهكذا. واضرب هم يقلقلوا الباء، بعضهم يقلقلوا ايش العرب عندهم خمسة حروف كانوا يقلقلوا يقولوا أب أج أد أط. فالقرآن نزل بلغته كما هم يتكلموا جاء القرآن بلغته. واضرب لهم مثلا رجل، ما يقولوش مثلا رجلين لا يدغموا عندهم الإدغام، مثلا لرجلين جعلنا وهكذا. نعم قولا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب هكذا، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. زرعا يرقوا ازاي؟ يقولوا زرعا زرعا. وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم 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 سكن الضاء ولم تظلم وفجرنا كلها عندها مرق وفجرنا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر يرقوها الثاء أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنة ودخل كل خاء كل شخاء كل ودخل جنته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه صحيح قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما لا ما يبدأش وما نعم صل المعنى لأن تولي أداة نفي وما أظن الساعة قائمة بل هي قائمة صل المعنى صل المعنى قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة فمد بأربع حركات وما أظن الساعة قائمة ولئن لا هنا يدغموا إدغام ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا طيب. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
كافي نفع الله بك. حسن شكرا لك. اللي بعد شكون في الترتيب؟ هو فما لسه تفضل عادوا نعرف خبيب شكون بعد شكون بعده في الورقة مين هاي خمسة يقول لأن التكرار حاضر فيها أيوة خلي ما لا يكرهه وكره وانت بعد التكرار. طيب يا الله يا معين لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. نعم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي طاوية على عروشها. نعم. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما من دون الله. وقف عليها الإمام الهبطي وهو مغربي والحقيقة هو ممتاز في الوقفات لأنه يعني يعطينا المعنى. هو يقول لنا ولم تكن له يحكي على صاحب الجنتين ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله البوليسية والجيش والرعية الفاسدة اللي تبدأ أحيانا حاططها الحاكم وإلا كذا كذا هي اللي أحيانا هي اللي تهلك الحاكم وتهلك الوزير وتهلك الوالي الحاشية يسموها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هذا وقت اللي يجي كارثة وين يمشيوا يا يخلصوا ويقلبوا الفيستا وإلا يهجوا يقطعوا برا معكم. فالقرآن دقيق شوف الوقت يقول لما جاء العذاب لصاحب الجنتين الذي جحد بهذه النعمة اللي أعطاها له ربي جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما بين زرع كلتا الجنتين. يعطينا القرآن يفسر لنا ويبين لنا الخير اللي أعطاه له ربي ومع ذلك نسب الشيء لنفسه فجاء من يذكره بالله. وهذا دور العلماء الحقيقة لابد أن يكون في كل وقت. فجاءه من يذكره بالله وقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ إيش كنت أنت؟ من أين أتيت؟ من التراب من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي هذا الذي يدعوه وبعد يجيب القرآن حتى يوصل بنا هنا يقول وقت اللي جاء العذاب ايش قال؟ علاش الإمام الهبطي يقف هنا؟ قال ولم تكن له فئة المجاورين به واللي غلطوا فيه وكذا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله لما جاء العذاب وما كان هو منتصرا. ذلك الوقف هنا يستحسن حتى نفهم المعنى. نعم ما تجيش مثلا تقرب حافظ وتحب تقف على الإمام الهبطي. لا الإمام الهبطي خاص كان بقراءة نافع خذوها. علاش المشارقة ما يقرأوش في الوقف الهبطي؟ الوقف الهبطي هذا الصاد اللي موجود هو خاص كان بقراءة نافع من الروايتين قالون وورش. ما تجيش مثلا تحب تقرأ على حافظ وتحب تلتزم بوقوفات الإمام الهبطي. لا لأن الإمام حفص هو كوفي وعنده وقوفات خاصة به
ذلك شكون يقرا بالقران في ليبيا، في تونس، في الجزائر، المغرب؟ لماذا؟ لانهم يا اما يقراوا بقالون او ورش. حق لك ان تقف على الامام الرد، اما ان كنت تقرا لحمزه او لشعبه او لحافظ او للكسائي او لغيره لا تقف عليه. ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله، قف عليها تفضل. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. جميل. وما كان منتصرا. أيكي. هنالك الولاية لله الحق. جميل. وخير ثوابا وخير عقبا. جميل، بارك الله فيك، نفع الله.